السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ تمام، جيت لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكت. ميمز. ندخل سيرفر فوازو في زد اكس الميمزاوي ونتابع ميمز ونضحك شوي وصلوا على النبي. اتصل لكم اشتراك بسبب ميمز تحت البوست. طبعا عائلة كام تابعني استاذ بعد والدكم. نبدا المقطع وشكرا فواز على الميمز. اذا نمت العصر. شنو جاب لي هنا؟ تري تبي ايش؟ الكاميرا. شنو جاب عبد الله الزميلي؟ تعرف انا ما قالوا حاب انه يسير علينا. المهم والله تري تبي اسالكم افضل مسلسل شفته بحياتي. وبالذات الاخضر ذاك، ذا افضل شخصية حبيبي والله على راسي على راسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد ايش فيك؟ ترى ما بقى شيء صلاة الفجر. وبعدين؟ وبعدين غريبة انك ما حبيت راس ابوك. هذا ما هذا مبدع مبدع مره ما شاء الله عليه. بابا ايش معناته كوميدي السوداء؟ شفت ذاك اللعمة اللي قاعد هناك؟ ايوه ايش فيه؟ لوحه بيدك. يا هلا مبدع. انا اتوقع انه هو يا مغربي يا جزائري. مشكلة اني قلد اللهجه السعوديه بس اخي تحسه فيه كيف اللي متعلم لغه جديده كثير يهبد لك اي شيء براسي. بس انا مبدع اسلام مره مبدع. حقين الثانويه على بالهم الزلف في الحياه. يا محبوبي محبوبي يا محبوبي دعيت غلطي دعيت غلطي. عارفين واحد من اخويا زلف لين هنا ها لين هنا ها يقول تشيله لا لا مو دقن 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 ايش دقن ايش شفت وجهك يود احلم ركبت احلم منه تقل ضبق اسم استغفر الله ما شاء الله. لما تبدا تضحك انت واخوياك الفصل الاستاذ يعطيك هالمنظر. الصغر ودي اقول واحد من المدرسين بس مش كبير يدرسني. اخيرا شفت الكف اللي يمشي 200. كف يمشي 200. اعطاه كف سروعي كذا. انا لو انا بيجيني البكي ليش اللي يقهر ما تقدر تمسك ولا تعرف مين يعني. اعطاه قانون نيوتن الثالث. تعال حكيم تعال شوف 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 اتوقع ان نفس القانون. الوضع اخر الشهر قدم حلو ورتب انت عشا عندك جعلك سالم الله يعافيك. والله عندكم شغل والله لو ما عندكم شغل لنا عشا ان شاء الله انت عشا جعلك سالم ان شاء الله انت عشا عندك والله ان عندكم عيني طالب كلمه مو خلينا انت عشا والله ان عندكم شغل نبدا والله لو اسمعنا بتاك شكرا يا اخوان عارفه والله لو ما عندكم شغل وعندكم شيء نعشي ترى ما عندنا شغل والله الجعل والله ما جراك اللي بس تفرح هي جعله بكل جعل والله لاني ما عندك شغل لو ما عندكم شغل هذا يوم الخميس حرفيا يوم الطفره ما تقلت تعزم اخوياك ولا حتى تروح معهم انت عيال خالتك في مجلس جدتك بعد ما رفع اهلكم عرس وبس انتم هذول الثلاثي المرح مرة أبطال ليتهم والله يرجعون مع بعض. شاهد تأثير البنج على شاب بعد العملية. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حنا سبع الفقر حول الله تقرأ في صفحة المجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حلو ارجع. حنا سبعة الميز صار الله دفعت الكويت كانوا أرسنال في 2006 ما تخسر. أنا ما فهمت الذبة ذي بس أتوقع إنه 2006 كان أرسنال ما تخسر. طبعاً أنا أحب الذبة الكويتية يا أخي ذا اللي حط لك كابشن في أم نص شاش كذا ها يلا الحين يبيك تسولف هو يسولف أنت لازم تقرأ وتفهم من بين الكلام يا أخي اكتب هنا شوف الناس تترتب يا رجل. تروح تشتري كرت بلاي ستيشن بساعة ونص تأخير شنو تقص علي ولا شنو شايفني؟ شا اسوي يعني امسح شربك اطلع الكود مثلا؟ يلا يلا حبيبي قمنا مرك مدرسة
يما قولي حق ابويا ابي اشحن الستور بشتري سكنات. مسكنات شنو بعد ما في كل العافيه يلا قمنا. وي شنو سفره انذار؟ باقي خمس دقائق على ذات. وخر هذا صايم ولا حلمان؟ سووا الرياضة فطوركم مفطح. واحد بالمادة الحضور بالزي الرياضي. ايش فيك قاعد تضحك انت هي؟ اسف استاذ بس شنبك اي حلاق راسمة. تضحكون علي من باكر اللي ما يحضر بلبس رياضي محترم. والله راح اسخطه. انت بالذات ابيك تلبس تيشيرت حارس نادي فيورنتينا. يلا بشوف شلون بتحصله. يا عيال مدرس الفني ومدرس البدني يا اخي ليش تسوى عدوم بالتسقيط؟ شوكم. انت خلصني دق على احد يمرق. زين بسأل سؤال واذا جاوبته امشي. اسأل. المدرس اذا كتب باللوحة وخلص الدرس ويبي يمسح الدرس شلون يمسح؟ مساحة؟ لا. كلينكس؟ لا. ملابسه؟ لا. شنو عيل؟ شنو ذك؟ خلصني قوم يلا. يا عمي هسه عملت. كأنك ألف مقصورة. هذا البرنامج مرة أحبه، أقسم بالله مرة أحبه البرنامج، أتابع دائما. هو ما هو برنامج أصلا، هو توقع أنه مدبلج. أطرد أطرد الشقي أطرد لا رحني أبوه. والله ما خليك فيها هقف. يهب الشقة يهب الشقة. أنا أحذبه أحذبه بسطارك يبقى يطيح. يا هيل أطلق شيء تدرون وشو؟ شوف ذا الدب وذا أتوقع، بس أعرف أن ذا الدب وسلتوح نفس صوت نفسه. مالك نجر، مالك نجر ذا مبدع مرة، أقسم بالله أطلق شيء سويته أنك طلعت مسامير. تحية سلو موشن يا حبيبي، ناديت الأستاذ يساعدك وأخرت غراء لك. لا، وش مساعدة الصديق هذه؟ وش مساعدة الصديق هذه؟ ليتك ما ساعدتني. يا اليوم يا عيال في واحد من الطلاب في اختبار الفيزياء جانا الأستاذ واحد من الطلاب جاء قال لي استاذ نادى لما جاء الاستاذ قال لي استاذ هذا السؤال كذا كذا كذا. قال هذا السؤال هو اصلا كذا كذا. لما راح ينظر لي يقول لي ما جاوب. يلعن ام الذب الخرا سالف زباله. انا ما ادري ايش حسيت نفسي زي ذيك اللي تقول ما كان عند الدرج. تلقينا دعوة غالي مرة صالي ولا يحتاج ولا وصلنا فلوس والعذر. جيناكم شاركين ومباركين مسلمين. أنا بعرف منو أمركم تحطوا التونة في الشنطة. الله يطعنك يا محمود. هل اسرع قلبي؟ اقسم بالله ان اسرع قلب. الله ياخذك. اخ كتفي ورب الكعبة ان هنا جتني نقزة خرشني. انا اذا صار لي شيء حرام بالله كلنا من نفهم. يا ولاد هنا ما ادري ايش صار كذا صارت نقزة لين للورا. اذا صار شيء ترى هو المسؤول والله هو المسؤول. يا اخي كنت تون استغفر الله العظيم. يعني انا اقدر اصور ان شاء الله يطلع المقطع 7 دقائق ان شاء الله يطلع دقيقة ونص. الى هنا انكم سمعت الحلقة. لا تنسوا اللايك والاشتراك وسبت من يجد عفوا دغس تابعني عليه كامل تابعني على سناب بعد. صلوا على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ومع السلامة. الله العظيم.